الحبابة رقية، حسين، حسين الورد، حسين، حسين أيضا. يا أهلا بكم، شلون صحتكم؟ حسين شو طالب الدراسة؟ حلو. اليوم عندنا برنامج ونحتاجكم به، أنتوا لجنة تحكيم. أوكي سباع، شنو فكرة البرنامج؟ راح نجيب آباء اثنين نقعدهم قدامكم وأنتوا راح تسألوهم أسئلة وبعدين تقولوا لي هو الأحسن بيهم. أوكي تمام، واضحة الفكرة؟ تمام. ما حد بيكم عنده سؤال؟ يا رقية ما عندي سؤال؟ أكيد متأكدة؟ يلا تفضل. الآن الآباء اثنيناتهم قاعدين أمامك وأريدك تختار لي الأحسن من عندهم بالتصرف مع أطفال. تفضل. رقية، مو اسمك رقية، الحبابة. هذا من أنا أب عنده أطفال وهذا من أنا أب وعنده أطفال، فأريدك تسأليهم أسئلة حتى تعرفين يا هو الأب الأحسن من الثاني، ماشي؟ وتنطيني درجة من 10 لكل واحد بيهم. تفضلي. يوسف اللي قاعدين قدامك اثنينهم آباء، فأنا أريدك تسألهم أسئلة ومن إجاباتهم تنطيني درجة من 10 لكل واحد بيهم. حسين اللي قاعدين قدامك اثنين آباء، أريد تختار لي منو الأحسن بيهم من خلال أسئلة أنت تطرحها عليهم وتعطيني الدرجة من 10. من أطفالكم الاثنين يتعاركون، شو تسوون؟ أعاقبهم اثنينهم حتى يكرروا هذا الغلط، لأن تدرون الطفل إذا ما يتعاقب ما راح يتعلم. أحاول أفهم المشكلة وأبين الخطأ للغلطان وأحاول أنا أصالحهم. هذا قلت مش مشي، أعطي تقييم 5 من 10 وهذا قلت لك أعطي تقييم 8 من 10. المنانة 8 والمنانة 5. تمام. لما ابنك ياخذ بالملاء 0 شو تسوي؟ أمنع عن المصروف حتى يقرأ زين وذب كل جهده على الدراسة، لأن تعرفون الطفل من يمنع عن المصروف راح يقرأ زين وذب كل جهده على الدراسة وعلى القراءة. أنت كأب يمكن يكون هذا تصرفك أكيد لمصلحة ابنك، بس اليوم إحنا نريد نفهم الطفل شلون يفكر. أسئلة عن السبب، وإذا كان إذا محتاج مساعدة أحاول أنا أساعده. هذا أخذ 10 من 10 وهذا خمسة من 10. خمسة؟ وما هي خمسة؟ لو زينة زين.